أجازت بلدية موسكو للتلاميذ البقاء في منازلهم الاثنين بسبب موجة الصقيع التي تسببت حتى الأحد بوفاة 88 شخصاً في البلاد، فيما يتوقع اقتراب درجات الحرارة في منطقة العاصمة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر ليلاً. وقد استغل البعض موجة الصقيع هذه ليباشر النحاتون ببناء قلعة جليد في حديقة في وسط موسكو، ودرجات الحرارة أقل ب 12 درجة من المعدل الموسمي، حيث تأتي موجات الصقيع القاسية عادة في كانون الثاني يناير وشباط فبراير، وتتوقع الأرصاد تحسن الطقس في وقت لاحق من الأسبوع.